السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيوهاشيمنيكا. اليوم سندرس المحاضرة 24 من امتحان التوبيك، واليوم سنتحدث عن المواضيع التالية. أولا في الاستماع تيكي سندرس كيف نختار موضوع النص حسب الكلمات المذكورة بالسؤال، وثانيا سندرس كلمة لبسة حسب مع ماذا تستخدم هذه الكلمة. فمثلا ممكن أن نقول كودر شنتا وأنجونغل كيدا وغيرها من الكلمات، بحيث تختلف كلمة لبسة حسب مع ماذا نستخدمها من الأسماء. وثانيا بالنسبة للقراءة سندرس اليوم في القراءة إلكي سندرس أولا كيف نختار الجملة الخطأ في السؤال حسب طبعا المعلومات المذكورة فيه، وسندرس أيام الأسبوع مثل إيريويل وريويل تويويل وغيرها، وسندرس المصطلحات التالية: مصطلح مثلا إيشيجاكادا نبدأ في أو بدأ في، وثانيا كنادا انتهى في. بوكي 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. إذن هذا ما سندرسه في محتوى اليوم. لننتقل إلى السؤال الأول أو المثال الأول. المثال الأول هو كي 이 아파트에 살아요. 이 아파트에 살아요. 네, 5층에 살아요. بالانتقال إلى القواعد المذكورة في هذا السؤال، لدينا قاعدة أولاً إي سالدا يسكن في إي سالدا، وثانياً تشن طابق يرافقها طبعاً الأرقام. أما بالنسبة للكلمات المذكورة في السؤال فلدينا أولاً كلمة سالدا يعيش أو يسكن في، وأبات شقة تشوسو عنوان، تشيب بيت، وإل عمل، تاليوك تقويم، وأوتشن الطابق الخامس. طبعا من المهم هنا أن نذكر أننا نستخدم الأرقام الصينية مع الطوابق، بحيث نقول إلتشن إيتشن سامتشن، ولا نستخدم الأرقام الكورية مع أسماء مع أرقام الطوابق. بالعودة إلى السؤال أو عفوا بالانتقال إلى الأمثلة، أولا لدينا المثال الأول 저는 서울에서 살아요. 저는 서울에서 살아요. 에서 살아요. 아나 아스코노 피 시울. 다니안 몇 층에 살아요? 12층에 살아요. 12층에 살아요. 아스코노 피 타빅 아타니 10. 피 아이 타빅 타스쿤? 아스코노 피 타빅 아타니 10. 3. لدينا الكلمات التالية. الآن نحن يجب أن نختار موضوع النص، لذلك في السؤال ذكرت المواضيع التالية: أولاً إل يعني العمل، والكلمات التي قد ترافق هذا الموضوع هي إرادة يعمل، تيغنادا يترك العمل أو يخرج من العمل، وثالثاً تشولغنادا يذهب إلى العمل، وهسا شركة. أما الموضوع الثاني المذكور في السؤال هو تشوسو عنوان، والكلمات التي قد ترافق هذا الموضوع أولا سولشي مدينة سيول، كانغنامغو محافظة أو مدينة كانغنام، وتونغ وفو وأبات. الآن بشرح التفصيل لهذه المعلومات في اللغة الكورية عندما نذكر العنوان يجب أن نقول أولا اسم المدينة مع كلمة شي أي المدينة، ثانيا كانغنامغو أي المنطقة داخل المدينة، وكلمة كو هي منطقة، وثالثا تونغ، تونغ يعني الحي، الحي داخل هذه المنطقة، مثلا داخل منطقة كانغنام، والأبات يعني اسم الشقة أو اسم المجمع السكني، ثم هو يعني رقم البيت أو رقم الشقة. بالانتقال إلى الموضوع الثالث المذكور في السؤال لدينا موضوع تاليوك التقويم، وفي التقويم عادة قد نشاهد كلمات تتعلق بهذا الموضوع مثل إل مثلا اليوم، اليوم الفلاني، أو وول الشهر الفلاني، نالجا التاريخ، وأنجي متى، بحيث تناسب موضوع التقويم. بالعودة إلى السؤال، السؤال كان إي أباتي سارايو، هل تسكن في هذا في هذه الشقة أو في هذا المجمع السكني؟ الإجابة كانت ني أوتشيني سارايو، نعم أسكن في الطابق الخامس أوتشيني سارايو. إذن الإجابة نحن نتحدث إذن عن رقم 2 تشيب بيت، إذن تشونغداب 2. 11번 형제가 있어요? 네 동생이 한 명 있어요.
ننتقل إلى رقم 11 من الاستماع، وهو نفس الموضوع طبعاً، اختيار الموضوع المناسب للنص. رقم 11 10 1번 형제가 있어요. 형제가 있어요. 네, 동생이 한 명 있어요. 동생이 한 명 있어요. القواعد المذكورة في هذا السؤال، أولاً 이가 있어요، يوجد 이가 있어요، أو طبعاً 없어요، لا يوجد 이가 있어요. وثانياً 한 명، 명 هي وحدة عد الأشخاص، بحيث نقول 한 명، 두 명، 세 명. وهنا نستخدم على عكس الطوابق، في الطوابق قبل قليل استخدمنا الأرقام الصينية، لكن الآن هنا نستخدم الأرقام الكورية ومع وحدة عد الأشخاص، بحيث نقول 한 명، شخص واحد، 두 명، شخصان، 세 명، ثلاثة أشخاص. أما الكلمات المذكورة في هذا السؤال، فلدينا كلمة 동생، أخ صغير أو ممكن أخت صغيرة إذا كانت الكلمة 여동생. 형제 إخوة، 있다 يوجد، و 가족 أسرة، 나라 دولة، 나이 عمر، و 이름 اسم. نشاهد الآن أمثلة أو ندرس أمثلة على هذه القواعد. 여기 사람이 있어요. 네, 두 명 있어요. هل يوجد شخص هنا؟ نعم، يوجد شخصين. لو كان الموضوع مثلا يتحدث عن نارا، يعني اسم بلاد مثلا، قد نشاهد كلمات مثل هانغوك كوريا، أو أودي سوا سويو من أين أنت، أو مثلا إلبون أو أي دولة من الدول في العالم. إذا كان الموضوع يتكلم عن ناي العمر، أولا بيوسال كم عمرك، وأوريدا صغير، أو بالعكس ناي مانتا كبير. بالعودة للسؤال، السؤال كان 형제가 있어요، هل عندك إخوة؟ الرجل قال 네 동생이 한 명 있어요، نعم عندي أخت صغيرة، أو عفوا عندي أخ صغير واحد فقط. 동생이 한 명 있어요، عندي أخ صغير. إذن الإجابة هي، بالطبع نحن نتحدث عن الإخوة وأخ صغير، إذن نحن نتحدث عن الأسرة. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم واحد، عفوا إلبون 가족. 정답 1번. 12번. 내일 뭘 신을 거예요? 구두를 신을 거예요. ننتقل الآن إلى رقم 12. 12번. 내일 뭘 신을 거예요? 내일 뭘 신을 거예요? 구두를 신을 거예요. 구두를 신을 거예요. القواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال، أولا لدينا قاعدة مول، أو كلمة مول، وهي اختصار لبواصل ماذا. ثانيا شنتا، باللغة الكورية طبعا بالتأكيد ستواجهون صعوبة في هذه المسألة، فهي واحدة في اللغة العربية. في اللغة العربية لدينا كلمة لبسة لكل شيء، للحذاء، للنظارة، للحجاب، للملابس، ولكن باللغة الكورية تختلف الكلمة حسب الاسم الذي يسبقها. فمثلا لدينا كلمة كودو، حذاء، أو شيمبال، أو أندونغوا، حذاء رياضي، نستخدم كلمة شينتا، ولكن الملابس نستخدم إبتا، يلبس. مثلا لدينا كلمة أنجيونغ، نظارة، نستخدم مع كلمة نظارة كيدا. أوسل، الملابس، أوسل إبتا. موجاري، القبعة، موجاري سدا. شيغي أو بالجي، ساعة أو سوار، نستخدم كلمة تشادا، وإلى آخره. تختلف الكلمة باللغة الكورية حسب مع ماذا نستخدمها، أي اسم نستخدمها أو أي اسم يسبقها. القاعدة التالية لدينا قاعدة الكويو، وهي قاعدة المستقبل، فعل بلس الكويو. أما الكلمات المذكورة في السؤال، فلدينا كلمة كودو، حذاء، شيمبال، حذاء أيضا، نيل، غدا، وشنتا، يلبس للحذاء فقط، وشيغي، ساعة، مينيو، قائمة الطعام، ويويل، يوم، اليوم. ندرس أمثلة على هذه القواعد. أولا 결혼식에 뭘 신을 거예요؟ 결혼식에 뭘 신을 거예요؟ ماذا ستلبس في رجلك، يعني ماذا ستلبس حذاء في حفلة الزواج. هيل 신을 거예요؟ هيل 신을 거예요؟ سألبس كعب عالي أو حذاء بكعب عالي.
الآن لو كان الموضوع يتحدث عن المنيو قائمة الطعام، الكلمات التي ستذكر في هذا الموضوع قد تكون مثل شكيدا يطلب طعام، وجومونادا يطلب أيضا، أمشي طعام، أمنيوسو مشروب. أما بالنسبة لكلمة الأيام مثلا، لو كان الموضوع حول الأيام، أول كلمة ووريويل مثلا قد تكون ووريويل الاثنين، أو إيريويل أو كوميويل الجمعة. إذا كلمات الأيام أو يعني أيام الأسبوع قد تذكر في هذا الموضوع، أو مثلا تاريخ معين قد يظهر لنا أيضا. إذا هذا بالنسبة للأمثلة المذكورة على هذا السؤال، وننتقل الآن مرة أخرى إلى السؤال. نيل بول شينل كويو، ماذا ستلبس غدا، أو ماذا سترتدي حذاء غدا؟ كودر شينل كويو، سأرتدي حذاء رسميا. كودو هو حذاء رسمي عادة نستخدمها، وشيمبال هي كلمة أوسع، يعني كلمة شيمبال تشمل جميع أنواع الأحذية. إذا الإجابة الصحيحة هي رقم 3، شيمبال تونغداب 3. 13번 수미 씨, 내일 쇼핑하러 갈까요? 좋아요. 2시에 만나요. ننتقل الآن إلى رقم 13 من الاستماع باختيار الموضوع. 13번 수미 씨, 내일 쇼핑하러 갈까요? 좋아요. 2시에 만나요. مرة أخرى. 수미 씨, 내일 쇼핑하러 갈까요? 좋아요. 2시에 만나요. الكلمات والقواعد المذكورة في هذا السؤال. أولا لدينا إرو كدا، إرو أودا، يذهب أو يأتي ليفعل شيء معين. وثانيا إلكايو، هلا فعلنا ذلك. الكلمات المذكورة في هذا السؤال، أولا كلمة شوبينغ تسوق، وثانيا توشي الساعة الثانية، مانادا يقابل، تانسو مكان، أمشيك طعام، كيجول فصل، وياكسوك موعد. ندرس الآن أمثلة على هذا السؤال. 저는 한국 음식을 좋아합니다. 그래서 김밥 먹으러 갑니다. أنا أحب الطعام الكوري، لذلك أذهب لتناول الكيمباب. الموضوع بالطبع واضح أنه يتحدث عن الطعام، إذا قد يكون الموضوع هنا بهذا المثال أمشي. ثانيا 다음 주에 여행 갈까요؟ هلا نذهب أو هلا ذهبنا في رحلة الأسبوع القادم؟ 네, 좋아요. 기차역에서 만나요. 나암, هذا جيد. لنلتقي في محطة القطار. إذا طبعا الموضوع هو المكان. ثالثا 오늘 좀 춥네요. الجو بارد قليلا اليوم. 네, 감기 조심하세요. احذر من الزكام. إذا الموضوع هنا هو الفصول، 계절 الفصول. بالعودة للسؤال، الرجل قال سومي شي 내일 쇼핑하러 갈까요? هلا ذهبنا لنتسوق غدا؟ المرأة قالت 좋아요. طبعا المرأة تحب التسوق، لذلك المرأة قالت نعم طبعا هذا جيد. 2시에 만나요، لنلتقي في الساعة الثانية. إذا موضوع هذا النص هو بالطبع الموعد، ياكسوك. إذا الإجابة هي رقم 2، تونغداب 2. 14번 바람이 많이 불어요. 네, 비도 올 것 같아요. ننتقل الآن إلى رقم 14 من الاستماع، وهو نفس الشيء طبعا اختيار الموضوع. الرجل يقول بارامي ماني بورويو، ني بيدو أول كوك كاتايو. بارامي ماني بورويو، ني بيدو أول كوك كاتايو. القواعد والكلمات المذكورة في هذا السؤال، أولا كما قلنا في محاضرات سابقة كلمة الريح لا نستخدم معها يتساقط أو كلمة معينة معروفة، ولكن يوجد كلمة خاصة نقول بارام بولدا، نستخدم مع الريح كلمة بولدا. ثانيا بي أو نون، الثلج أو المطر، نستخدم كلمة أودا يتساقط. والقاعدة الأخيرة هي الكوكاتا، يبدو أنه الجو مثلا سيمطر، أو يبدو أنه الكوكاتا قد نضيفها، نستطيع إضافتها إلى اسم، عفوا إلى صفة أو إلى فعل باللغة الكورية. الكلمات المذكورة في هذا السؤال، أولا بارام ريح، بي مطر، نون ثلج، ونالشي الجو، كيبون المزاج، وشيغان الوقت، وكيوك خطة.
بالعودة ل أو بالانتقال إلى الأمثلة على هذه القواعد، 어제 비가 많이 왔어요. أمس تساقط المطر كثيرا. والمثال الثاني 내일 눈이 많이 올 것 같아요. يبدو أن الثلج سيتساقط كثيرا غدا. 올 것 같아요. يبدو أن. وبالعودة للسؤال، الرجل قال 바람이 많이 불어요. الأمطار عفوا الرياح تهب بقوة أو كثيرا. المرأة قالت 네 비도 올 것 같아요. نعم ويبدو أن المطر سيتساقط. إذن الإجابة الصحيحة عن هذا الموضوع هي، من الواضح أنه يتكلم عن الجو، إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 3. 정답 3 날씨. هذا كل شيء بالنسبة للاستماع، والآن سننتقل إلى القراءة. وفي القراءة يجب أن نختار الجملة الخطأ. أمامنا مجموعة من الصور، سنحلل هذه الصور وندرسها، ثم ننتقل إلى الجمل ونختار الجملة الخطأ حسب موضوع كل صورة. ننتقل الآن إلى سؤال رقم 40. 40번 읽기 40번. أمامنا صورة، وفي هذه الصورة نقرأ محتوى الصورة أو معلومات الصورة. أولا العنوان 우리 병원 진료 안내. 월요일부터 금요일 9시부터 7시 토요일 يوم السبت 10시부터 4시 점심시간 وقت الغداء 12시 30분부터 2시 일요일은 쉽니다. هذا محتوى البطاقة. وبالانتقال للقواعد المذكورة في هذه البطاقة، القواعد المذكورة في البطاقة وفي خيارات السؤال أو الجمل المذكورة في السؤال. أولا أن بلس تونسا، أن بلس فعل وهي طريقة نفي الفعل. ثانيا أي كنادا ينتهي في الساعة معينة. ونفس الشيء الجملة التالية كاجدا حتى الساعة أو حتى الوقت الفلاني. وأخيرا شجكدا يبدأ في الساعة الفلانية. أما الكلمات المذكورة في هذا السؤال فهي وريويل يوم الاثنين، كوميويل يوم الجمعة، تويويل يوم السبت، إريويل يوم الأحد، شدا يستريح، كاجي حتى الساعة أو حتى وقت معين، تيليو العلاج، أني الإرشادات، تومشيم شيغان وقت الغداء. الأمثلة المذكورة على هذا السؤال لدينا أولا المثال الأول 이 식당은 일요일에 2시까지 합니다. هذا المطعم يعمل حتى الساعة الثانية يوم الأحد. الجملة التالية 영화는 5시에 시작합니다. يبدأ الفيلم في الساعة الخامسة. الجملة الثالثة 은행은 일요일에 문을 안 엽니다. البنك لا يفتح يوم الأحد. 안 엽니다. بالعودة إلى الصورة، إذا نظرنا إلى الصورة فلدينا تفسير الصورة 우리 병원 진료 안내، إرشادات العلاج في مستشفانا. 월요일부터 금요일까지 من الاثنين حتى يوم الجمعة، العلاج من الساعة التاسعة حتى الساعة السابعة. ثانيا 토요일 في يوم السبت، العلاج من الساعة العاشرة حتى الساعة الرابعة. وتمشيم شيغان وقت الغداء من الساعة 12:30 حتى الساعة 2. وإيريويرن شمنيدا يوم الأحد استراحة، يعني المستشفى لا يعمل. بالانتقال إلى الجمل لنختار منها الجملة الخاطئة. الجملة الأولى إيريويري مونل أن يومنيدا، يوم الأحد لا يفتح المستشفى، وهذه الجملة صحيحة. تويرن نيشيه كنمنيدا، يوم السبت ينتهي العمل في الساعة الرابعة، وهذه الجملة صحيحة أيضا. 점심 시간은 2시까지입니다. وقت الغداء هو حتى الساعة الثانية، وهذا صحيح. الجملة الرابعة 수요일은 10시에 시작합니다. يوم الأربعاء يبدأ العمل في الساعة العاشرة، وهذا خطأ لأنه قال في البطاقة من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة العمل من الساعة التاسعة. إذن الجملة الرابعة هي خطأ. إذن 정답 4. ننتقل الآن إلى رقم 41 من القراءة، وسنختار أيضا الجملة الخاطئة حسب الصورة والمعلومات المذكورة فيها. 41번 أمامنا صورة، وهذه الصورة لمبنى، يعني لوحة إرشادية لمبنى. اسم هذا المبنى هنا، هنا بيلدينغ. لدينا الطابق الأول إلتشينغ، الطابق الثاني إيتشينغ، الطابق الثالث سامتشينغ. في الطابق الأول إلتشينغ كوتيب وياكوك و بانجيب. في الطابق الثاني إيتشينغ
لدينا شيكتانغ مطعم وبيونغون وأنينغ. في الطابق الثالث سامتشينغ لدينا سوجوم وكوبي شوب. بالانتقال إلى القواعد المذكورة في هذا السؤال، أولاً القواعد لدينا قواعد الظرف، أين يوجد هذا الشيء؟ مثلاً يوب بجانب، أب أمامه، أورنتو على اليمين، وينتو على اليسار، تي خلفه، ميت أسفل، وتشوبيون حوله، وي فوقه، وبالعكس أري تحته، بلس إي إتا يوجد في. والقاعدة الثانية كاتن بلس اسم بلس إتا، كاتن ويتشي مثلا موقع، كاتن ويتشي إي إتا بنفس المكان، يوجد في نفس المكان أو هكذا. الكلمات المذكورة في هذا السؤال، لدينا كلمة بانج جيب مخبز، بيونغون مستشفى، ياكوك صيدلية، سوجوم مكتب أو محل بيع كتب، وشيكتانغ مطعم، أونينغ بنك، يوب بجانب، أري أسفل، كاتن نفس، وتشن الطابق، كوتيب محل بيع ورود، وكوبي شوب مقهى. ننتقل إلى الأمثلة. المثال الأول، يوبي تشينغوغا إيسويو، صديقي بجانبي. 은행은 백화점 앞에 있어요. البنك أمام المول. 식당은 7층에 있습니다. المطعم في الطابق السابع. 옷가게는 우체국 아래 있습니다. محل الملابس تحت مكتب البريد. إذن هذا بالنسبة للأمثلة. وبالعودة للسؤال، انظروا إلى الصورة. في الصورة لدينا العنوان كما قلنا هنا بيلدينغ، مبنى هنا. في الطابق الأول لدينا كما تشاهدون لدينا محل بيع ورد وصيدلية ومخبز. في الطابق الثاني لدينا مطعم ومستشفى وبنك. في الطابق الثالث لدينا مكتب عفوا محل بيع كتب ومقهى. نقرأ الأمثلة أو الجمل. واحد، 고집은 1층에 있습니다. محل بيع الورد في الطابق الأول، وإذا نظرتم إلى الصورة هذا صحيح. ثانيا، 커피숍 옆에 서점이 있습니다. بجانب المقهى يوجد محل بيع كتب، وهذا صحيح أيضا. ثلاثة، 은행 아래 빵집이 있습니다. تحت البنك يوجد مخبز، وهذا صحيح أيضا. وأربعة، 병원과 약국은 같은 층에 있습니다. المستشفى والصيدلية في نفس الطابق، وهذه الإجابة خطأ لأن الصيدلية تحت المستشفى أو المستشفى فوق الصيدلية. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة، 병원과 약국은 같은 층에 있습니다. 정답 4. ننتقل الآن إلى رقم 42. بالنسبة لـ 42 أيضا سنختار الإجابة الخاطئة من الصورة. ساشب إيبون، أمامنا صورة لتاب أو لهاتف ربما. في هذا الهاتف وصلت رسالة لشخص، وهذه الرسالة عنوانها كاغو هارين. كاغو를 사게 팝니다. 많은 이용 바랍니다. 침대 20%, 옷장 30%, 8월 1일부터 8월 7일까지. 대항 가구. ننتقل إلى الكلمات والقواعد المذكورة في هذا السؤال. أولا بالنسبة للقواعد، فلدينا تونغان هارين، هذا لمدة كذا، يقوم هذا المكان بخصم لمدة كذا. ثانيا، ستة رقم بلس كاجي، ومثلا لدينا كلمة سيغاجي أو نيغاجي، يعني أربع أنواع أو ثلاثة أنواع. إذن رقم بلس كلمة كاجي يعني أنواع. القاعدة الثالثة، بوسنت هارين هدا، خصم بنسبة كم. والقاعدة التالية، كي بهلدا أو سادا، مثلا ساكي بهلدا أو ساكي سادا، يشتري بثمن رخيص أو بثمن غالي. والقاعدة الأخيرة، ميونسا اسم بلس بارامنيدا، اسم بلس بارامنيدا، الرجاء بلس اسم. أما بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا السؤال، فلدينا أولا هارين خصم، كاغو أثاث، تونغان لمدة، وتشمدة سرير، أوجان خزانة ملابس، ميشيجي رسالة، بونيدا يرسل، وإيون يستخدم أو استخدام. الأمثلة المذكورة على هذا السؤال، أولا إي بيكواجومن، هذا المول يورومي هندل تونغان، لمدة شهر في الصيف، هارين هامنيدا يقوم بخصم. إذن هذا المول يقوم بخصم لمدة شهر خلال الصيف.
아랍은 빵 종류가 다섯 가지입니다. أنواع الخبز في الدول العربية هي خمسة. خمسة أنواع. الجملة الثالثة 자동차 싸게 팝니다. قد نشاهد هذه الكلمة كثيرا في محلات السيارات مكتوبة كلمة 자동차 싸게 팝니다. نبيع السيارات بسعر رخيص أو بثمن رخيص. المثال الأخير 행사가 5시부터입니다. 많은 참석 바랍니다. الحدث أو الحفل من الساعة الخامسة. الرجاء الحضور الكثير أو نتمنى حضورا كثيرا. 참석 plus 바랍니다. 참석 حضور حضورا كثيرا. بالعودة للسؤال لدينا سنقرأ الآن محتوى الرسالة ونفسرها. كاغو هارين كاغو أثاث خصم على الأثاث. كاغوري ساجي بامنيدا نبيع الأثاث بسعر رخيص. مانن إيونغ بارامنيدا نتمنى أن تستخدموه كثيرا أو نتمنى استخداما كثيرا. تشيمدي السرير إيشي بوسنتي 20% خصم. وأوتشانغ خزانة الملابس 30% 30% خصم. والمدة هي من 1 أغسطس وحتى 7 أغسطس يعني لمدة أسبوع. المرسل تيهان غاكو محل الأثاث اسمه تيهان. بالانتقال إلى الجمل أولا إلجويل تونغان هارين هامنيدا الخصم مدته أسبوع وهذا صحيح. ثانيا أوتشانغن 30% هارين هامنيدا خزانة الملابس الخصم عليها 30% وهذا صحيح. ثلاثة سيغاجي كاغورو الهارين هامنيدا ثلاث أنواع من الأثاث هي من عليها خصم وهذا خطأ. أربعة تيهانغاكو سوبونين ماشي جيمنيدا هذه رسالة مرسلة من تيهانغاكو وهذه الإجابة أيضا صحيحة. إذا الإجابة الخطأ هي رقم ثلاثة لأن أنواع الأثاث التي عليها خصم اثنان تشيمدي سرير وأوتشانغ خزانة ملابس فقط وليس ثلاثة. إذا تشونغداب ثلاثة. هذا كل ما لدينا في محاضرة اليوم من امتحان التوبيك. والآن سنلخص لكم ماذا درسنا في هذه المحاضرة. أولا بالنسبة للاستماع تكي درسنا اليوم في الاستماع كيف نختار موضوع النص حسب المعلومات المذكورة فيه. وثانيا درسنا كيف نميز بين كلمة لبس باللغة الكورية حسب الاسم المستخدم قبلها مثلا موجارل سيدا وشيجارل تشادا وغيرها من الكلمات. وبالنسبة للقراءة إلكي درسنا في القراءة أولا كيف نختار الجملة الخطأ حسب المعلومات المذكورة في السؤال. ودرسنا أيضا أيام الأسبوع طبعا بالطبع أنتم تعرفونها وهي ليست جديدة عليكم. وثالثا درسنا المصطلحات التالية أي شيتاك هامنيدا يبدأ في الساعة أي ساعة أو أي وقت و أي كنا منيدا ينتهي في الساعة الفلانية. إذا هذا كل ما درسناه اليوم في محاضرتنا. والآن ننتقل إلى الكلمات الرئيسية للقراءة. الكلمات الرئيسية اليوم درسنا كلمات مثل ميشيجي رسالة وهي طبعا كلمة إنجليزية الأصل. وثانيا كوبي شوب وهي أيضا كلمة إنجليزية الأصل. وتيليو علاج. ودرسنا أيضا كلمة أني إرشادات. ووقت الغداء تومشيم شيغان وقت الغداء. درسنا أيضا كلمة شيدا يستريح. و يوب أو أب أو عري وي هذه الكلمات هي كلمات ظروف أمام وخلف وفوق وتحت وغيرها. إذن هذه الكلمات الرئيسية التي درسناها اليوم في محاضرتنا. شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم كل التوفيق. مع السلامة.